سؤال، هل الطفل إذا لم يرشم 36 رشمة بالنيرون بالكامل وهي التي تلي العماد لا يرى نور أو يكون العماد ناقص؟ لا يبني له عبارة يكون العماد ناقص ده معناها خلط بين العماد والنيرون. العماد ده سر من أسرار الكنيسة قائم بذاته، والميرون سر من أسرار الكنيسة قائم بذاته. حاليا دلوقتي بيتعمل الميرون بعد العماد، لكن زمان كان هذا السر مش مرتبط بالعماد بعدها على طول، كان ساعات ده حتى وده فتة. وترون هذا الأمر بالذات في سفر الأعمال إصحاح 8 من جهة أهل السامرة، كانوا تعمدوا ما أخذوش الروح القدس. 36 رشم دي كمان للرشومات، لكن إذا كان في كاهن أسرع وما عملهاش دي لا تؤثر. ده كفاية إنه يحط إيده على رأسه ويرشمه كده وينفخ فيه ويقول له اقبل الروح القدس توصل للسر. دي فكرتني بمرة راحت من رهبان ماشي في السكة، رهبان القدام على ما أظن كان أبونا الصميت أو دروس السرياني أو حاجة زي، وبعدين لقى واحد مشي وراه وجي كلمه قال له أنتوا السبب، أنتوا اللي ضيعتوا الوقت، أنتوا اللي، قال له يا عم أنا شفتك قبل كده، قال له انتوا ما دهنتوش الواد كويس بالميرون فطلع الواد شاء. طبعا جايز تكون شقوته ليها اسباب اخرى، لكن احنا بقدر الامكان بنعمل هذا السر بالستة وثلاثين رش، وده الوضع الكامل من جميع مفاصل الانسان وفتحات جسمه، وفي نفس الوقت بنحط الايد عليه، وفي نفس الوقت بننفخ في وشه، وفي نفس الوقت بنقول له اقبل الروح القدس. فما تخافوش مني ولا تقولوا المعمودية كاملة وغير كاملة، ما تتشككوش، لا ولا يرى نور ولا، لا 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 لا، مين قال لكم الكلام الصعب؟ وهل يجوز اعادة الرشومات بالنيرون في الكبر اذا شككنا في ذلك؟ الشك يعمل حاجات كتيرة، لكن ما دام الدهن بالميرون ولو رشم واحد